فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يسب ويقدح في كتاب البخاري ومسلم ويقول إنها كتبت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، فربما كان فيها شيء، يقول: ما حكم هذا الكلام وكيف الرد عليه؟ هذا كلام باطل. أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، ثم من بعد صحيح البخاري صحيح مسلم، ألا يجوز التشكيك فيهما ولا يشكك فيهما إلا ملحد. نعم.